هذا البرنامج برعاية QNB الدعم الرسمي لكأس العالم فيفا 2022 في الشرق الأوسط وإفريقيا. السادة المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عين على قطر وحلقة جديدة نقدمها لكم من هنا، من هذا المكان، استاد اللوسيل، أحد ملاعب مونديال قطر 2022 الذي سوف يستضيف المباراة النهائية للبطولة تحديدا في 18 من شهر ديسمبر من هذا العام. ملف المونديال سوف نخصص له القسم الثاني من هذه الحلقة، ولكن نبدأ بداية مع ملفنا الاقتصادي. بحسب العناوين وكذلك الأرقام، صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة قطر العام الحالي فائضا يقترب من 45 مليار ريال قطري، مقابل تقديرات في الموازنة بعجز يقدر ب 8 مليارات و 800 مليون ريال قطري. طبعا أسعار النفط والغاز هي بيت القصيد أو السر في هذا الارتفاعات. طبعا في هذه الحلقة، صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال ترتفع بنحو 8% الشهر الماضي، نتحدث عن 7,300,000 طن، تجعل قطر تتصدر القائمة الدولية في صادرات الغاز الطبيعي المسال. التضخم مرة أخرى في قطر يسجل 5% تقريبا بضغط من ارتفاع أسعار السكن والترفيه، ولكن في المقابل التداولات العقارية في قطر الشهر الماضي تتراجع بنحو 60%، نتحدث عن 1,200,000,000 ريال قطري. بحسب أرقام مصرف قطر المركزي، ارتفاع كبير في حيازة قطر من الذهب، نقترب من 15 مليار ريال قطري، ولكن أيضا في أرقام البنك المركزي ارتفاع القاعدة النقدية أو النقود الاحتياطية بأكثر من 3% الشهر الماضي، نتحدث عن 117 مليار ريال قطري. نمو أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من هذا العام تزيد عن 29%، نتحدث عن 27 مليار و200 مليون ريال قطري. القطاع الصناعي وقطاع البنوك لهما القصب السبق في تلك الارتفاعات. وأقل من 100 يوم على انطلاق مونديال قطر 2022، باع أكثر من 3 ملايين تذكرة لحضور 64 مباراة. كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل. توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل المالية العامة لقطر في عام 2022 فائضا بقيمة 44 مليار و 600 مليون ريال، من خلال تسجيل إيرادات بقيمة 280 مليار ريال ونفقات بنحو 235 مليار ريال. وقدرت موازنة قطر للعام الجاري تسجيل عجز بقيمة 8 مليارات و 300 مليون ريال بضغط من مصروفات المونديال باحتساب سعر برميل النفط عند 55 دولار. ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال في شهر يوليو تموز الماضي بنسبة 8% على أساس شهري إلى 7,300,000 طن، ما يمثل 23% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا. وتعتبر الصين أكبر المستوردين للغاز القطري بحوالي 760,000 طن شهريا. ارتفعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 23% على أساس شهري إلى 117 مليار و 300 مليون ريال، بدعم من ارتفاع الاحتياطي الإلزامي إلى ما يزيد عن 48 مليار ريال، ونمو فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 27.14% إلى نحو 17 مليار ونصف مليار ريال، مقابل انخفاض النقد المصدر بنسبة 2.14% إلى 23 مليار و 300 مليون ريال. انخفضت قيمة تداولات العقارات في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 59% على أساس شهري إلى نحو 1,170,000,000 ريال، بينما سجلت أحجام التداولات 241 صفقة بتراجع يبلغ 53% عن مستواه في الشهر السابق له. ارتفعت الأرباح الصافية للشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر بنهاية النصف الأول من عام 2022
بنسبة 29.2% على أساس سنوي إلى نحو 27 مليار و300 مليون ريال. واستحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على ما نسبته 46.5% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بواقع 13 مليار ريال، بينما صعدت أرباح قطاع الصناعة إلى 8 مليارات و700 مليون ريال، وبنمو بلغت نسبته 44% على أساس سنوي. متابعة لخبرنا الأخير، نتحدث عن نسبة نمو 29% في صافي أرباح الشركات. القطاع المصرفي يسجل تقريبا 12 مليار و900 مليون ريال قطري، نتحدث عن نسبة نمو على أساس ربعي 9.5%، على أساس نصف سنة نتحدث عن 4.5%. QNB طبعا 7 مليارات، يمثل تقريبا 54% من إجمالي أرباح قطاع المصارف. جميع المصارف سجلت نمو في صافي أرباحها باستثناء مصرف الريان الذي تراجعت أرباحه بأكثر من 10% نتيجة تجديد مخصصات إضافية. لن أطيل عليكم تفاصيل أكثر فيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي في قطر خلال النصف الأول من هذا العام في هذا العرض. كيف دعم ارتفاع معدلات الفائدة الأداء المالي للبنوك القطرية خلال النصف الأول من هذا العام؟ بداية نلقي نظرة على الأرباح المجمعة للبنوك القطرية التي نمت في الربع الثاني بأكثر من 9%، أما في النصف الأول من هذا العام نمت أيضا بأكثر من 4% لتصل لحوالي 12 مليار و900 مليون ريال. هذه الأرباح جاءت مدعومة بنمو الدخل التشغيلي وباستحقاق القروض المؤجلة أثناء جائحة كورونا، بالإضافة لزيادة إيرادات الفوائد. مخصصات القروض كان هناك نمو واضح بأكثر من 25% وصولا ل 6 مليارات و620 مليون ريال خلال هذه الفترة. تجنيب المخصصات جاء نتيجة تقلبات أسعار الصرف في الدول التي تعمل بها البنوك القطرية، بالإضافة للمخاوف من الانكشاف على التمويل العقاري. أما إجمالي الإيرادات الذي جاء مدعوما من دخل الفوائد نما بأكثر من 13%. وبالانتقال إلى محفظة القروض والتمويلات، نجد على أن قروض القطاع الخاص هي التي دعمت محفظة القروض والتمويلات لتنمو بأكثر من 2.5% إلى 1.244 مليار ريال. الأصول سجلت نسبة تاريخية الأعلى خلال هذه الفترة بارتفاع بحوالي 6.8% لتصل لحوالي 1.878 مليار ريال خلال النصف الأول من هذا العام. 80% من أصول البنوك هذه تمثل حوالي 80% من أصول الشركات المدرجة في البورصة القطرية. وبالانتقال إلى الودائع، نجد على أن الودائع جاءت مدعومة بودائع القطاع العام، بالرغم من أن انخفاض ودائع غير المقيمين خلال هذه الفترة، الودائع نمت بأكثر من 4% خلال النصف الأول من هذا العام. أما حقوق المساهمين سجلت أيضا نموا بأكثر من 4% إلى 167 مليار و700 مليون ريال، وبلغ العائد على حقوق الملكية 7.75% بنهاية النصف الأول من هذا العام. إذن كانت هذه نظرة على أداء القطاع المصرفي القطري خلال النصف الأول من هذا العام. بحسب أرقام مصرف قطر المركزي، ارتفاع موجودات المركزي الشهر الماضي إلى ما يزيد عن 280 مليار ريال قطري. نتحدث عن ارتفاع كبير على مستوى الاستثمار في الذهب وحيازات الذهب، نتحدث عن ما يقرب من 15 مليار ريال قطري، وارتفاع أيضا قياسي على مستوى الاستثمار في سندات الخزانة الأجنبية، نتحدث عن ما يزيد عن 113 مليار ريال قطري. اللافت أيضا هو التراجع في حجم الودائع في البنوك الأجنبية بشكل قياسي، وكذلك أيضا تراجع حجم الودائع في البنوك المحلية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. موجودات مصرف قطر المركزي عند أعلى مستوياتها في يوليو تموز الماضي بواقع 280 مليار ونصف المليار ريال، وبزيادة قدرها 1.13%
قياسا بالشهر المناظر من العام الماضي، قفزة على مستوى حيازة الذهب تقارب 15 مليار ريال الشهر الفائت، وبزيادة نسبتها 22% على أساس سنوي، وبما يزيد عن 57 طنا بحسب مجلس الذهب العالمي. أما الاستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية تسجل زيادة سنوية قدرها 21% وصولا إلى 113 مليار و200 مليون ريال، منها نحو 19 مليار ريال سندات أمريكية طويلة الأجل. في المقابل الأرصدة لدى البنوك الأجنبية تنخفض بنحو 50% إلى 21 مليار و300 مليون ريال، وكذلك الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 15% إلى ما يزيد عن 72 مليار و400 مليون ريال، في حين صعدت الموجودات الأخرى بنسبة 16% إلى ما يقرب من 54 مليار ريال. على مستوى المطلوبات، انخفاض في النقد المصدر إلى 23 مليار و300 مليون ريال، واستقرار مستحقات الحكومة عند مليار و100 مليون ريال مقابل ارتفاع رأس المال والاحتياطات بنسبة 1.14% وصولا إلى 152 مليار ريال. زيادة ملحوظة في عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج والترخيص في الربع الثاني من هذا العام، نتحدث عن 33 مصنعا جديدا يضيف ما يزيد عن 1700 فرصة عمل، وإضافة لأكثر من 98 منتجا جديدا، كل ذلك بحسب أرقام وزارة التجارة والصناعة القطرية. ما يزال قطاع الصناعة يمثل تقريبا 18 مليار ريال قطري من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. تفاصيل أكثر في هذا العرض. بقونا معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من عين على قطر، فاصل إعلاني قصير، نعود لمتابعة ما تبقى منها، لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية QNB، الدعم الرسمي لكأس العالم فيفا 2022 في الشرق الأوسط وإفريقيا. هذا البرنامج برعاية QNB، الدعم الرسمي لكأس العالم فيفا 2022 في الشرق الأوسط وإفريقيا. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. مرة أخرى التضخم في قطر يقترب من 5% الشهر الماضي بضغط أساسي من ارتفاع أسعار مجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود تقريبا 6%، إضافة إلى ارتفاع أيضا في أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بأكثر من 32%. ثمان مجموعات رئيسية لاحظنا فيها الشهر الماضي ارتفاع على مستوى الأسعار، في المقابل تراجع على مستوى ثلاث مجموعات في مقدمتها الصحة والنقل وكذلك أيضا التعليم. تفاصيل أكثر فيما يتعلق بأرقام التضخم في قطر الشهر الماضي في هذا العرض.
أقل من 100 يوم على انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022. هذا الملعب ملعب اللوسيل سوف يستضيف مباريات الدور الثاني وكذلك أيضا مباراة نهائية للمونديال في 18 من شهر ديسمبر من هذا العام. العمل متواصل، تتحدث الفيفا عن طلبات بأكثر من 70 مليون طلب لشراء التذاكر، تم بيع تقريبا 3 ملايين تذكرة لحضور 64 مباراة. طبعا كل شيء جاهز لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير اعتبارا من 20 من شهر نوفمبر المقبل. أقل من 100 يوم على انطلاق صافرة بطولة كأس العالم لكرة القدم هنا في قطر. قطر التي تستعد لتتويج جهد دام لنحو 12 عاما من العمل والجهد والرد على المشككين. كل شيء يبدو جاهزا لاستقبال 1,200,000 مشجع من كل أصقاع الكوكب ليشهدوا 64 مباراة على مدار 29 يوما. المشوار 12 سنة ما ظل منا إلا 100 يوم. من أول يوم شغف الناس وحماسة الناس سواء كانوا من قطر أو في المنطقة والوطن العربي كان شيء يفرح. لكن الحين مع وجود فقط 100 يوم نقدر نشوف أن الوتيرة بدأت تتصاعد، حماس الناس بدأ يزيد، تفاعل الناس بدأ يزيد، سواء إذا شفنا من ناحية الاهتمام من ناحية مبيعات التذاكر، إذا شفنا اهتمام الناس من ناحية نكون متطوعين، وحتى الناس اللي ما قدموا بشكل رسمي في برنامج المتطوعين عندنا دائما يتواصلون معنا كيف ممكن يشاركون في البطولة. تراهن الدوحة على بنية تحتية زادت تكلفتها عن 200 مليار دولار لإنجاح الحدث والخروج بنسخة تقول عنها الفيفا استثنائية من حيث التنظيم والضيافات والنقل، وكذلك من حيث العائدات المباشرة المقدرة بمليارين و200 مليون دولار. تم الاكتمال من كافة المنشآت الخاصة باستضافة كأس العالم من ملاعب وملاعب تدريب وكذلك من مراكز إقامة خاصة بالفرق. فملاعب كأس العالم تم الانتهاء منها قبل عام من الاستضافة، وتم تجربة عدد كبير من هذه المنشآت خلال فترة بطولة كأس العرب. وبالنسبة للبنية التحتية الخاصة بالبلد من شوارع وقطار ومطار حمد الدولي، كافة هذه الأعمال قد انتهت أو شارفت على الانتهاء. 8 ملاعب متقاربة المسافة تسمح بحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد بتكلفة نهزت عن 7 مليارات دولار، أبرزها استاد لوسيل أكبر ملاعب البطولة الذي يستوعب 80,000 متفرج ويستضيف مباراة الختام، فضلا عن أكثر من 134 ملحقا للتدريبات واللياقة البدنية. شاهدنا أن الإقبال على شراء التذاكر لبطولة كأس العالم 2022 كان الإقبال والطلب عليه هائل. كان الطلب 70 مليون تذكرة، مع أن في 3 مليون تذكرة متوفرة للمشجعين لحضور كأس العالم. فهذا الإقبال يعطينا دليل كبير أن بطولة كأس العالم في قطر راح تكون إن شاء الله استثنائية، والجمهور اللي راح يحضر هنا راح يكون عنده مفاجآت كبيرة تنتظره. في فعاليات كثيرة راح تكون متواجدة، فعاليات ترفيهية، فعاليات ثقافية. لأول مرة في تاريخ البطولة منذ العام 1930 الاتحاد الدولي لكرة القدم يستقبل أكثر من 70 مليون طلب لشراء تذاكر المباريات ويبيع 3 ملايين تذكرة عبر القرعة العشوائية التي نظمتها الفيفا على مرحلتين. أقل من 100 يوم على انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022. هذا الملعب ملعب اللوسيل سوف يستضيف مباريات الدور الثاني وكذلك أيضا مباراة نهائية للمونديال في 18 من شهر ديسمبر من هذا العام. العمل متواصل، تتحدث الفيفا عن طلبات بأكثر من 70 مليون طلب لشراء التذاكر، تم بيع تقريبا 3 ملايين تذكرة لحضور 64 مباراة. طبعا كل شيء جاهز لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير اعتبارا من 20 من شهر نوفمبر المقبل. نحتفل اليوم
بتسليم شهادة جيساس للتصميم والبناء بمستوى 5 نجوم جيساس ديزاين اند بيلد 5 ستار، وكذلك شهادة جيساس لممارسات التشييد بمستوى كلاس اي ستار لملعب الوسيل. ويعتبر هذا في الحقيقة إنجاز كبير للجنة المنظمة اللي هي لجنة المشاريع والإرث باعتبارين. الاعتبار الأول كان متطلبات الفيفا لكل ملاعب دولة قطر الحصول على مستوى 4 نجوم، لكن ولله الحمد اللجنة العليا والتزاما منها بالحفاظ على البيئة سعت إلى الحصول على شيء أعلى من معيار الفيفا، وهو معظم الملاعب استطاعت الحصول على 5 نجوم. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار يعني السؤال عفوا دكتور، ماذا يعني أنه 5 نجوم؟ 5 نجوم معنى يعني هناك التزام كبير جدا في معايير الاستدامة اللي تفوق 50 معيار فرعي تنضوي تحت أكثر من 8 محاور رئيسية مثل كفاءة الطاقة واستهلاك المياه والمواد الصديقة للبيئة والتواصل الحضري وموقع المشروع، بالإضافة للبيئة الداخلية والخارجية للملعب وممارسات التشغيل. الاعتبار الثاني واللي نعتبره أيضا إنجاز أن هذا الملعب بالإضافة ملعب الوسيل بالإضافة إلى بقية ملاعب المونديال أيضا حصلت على 3 شهادات، وهو ما يفوق أيضا متطلبات الفيفا بالحصول على شهادة واحدة للتصميم والبناء، فتم الحصول أيضا على الحصول على شهادة ممارسات البناء بالإضافة إلى التشغيل. وبذلك نعتقد أن ملاعب المونديال في دولة قطر تعتبر فريدة على تاريخ بطولات الفيفا في حصول كل الملاعب بداية من التصميم ومرورا بالتشييد وانتهاءا بالتشغيل على هذه الشهادات 3. بدي أسألك دكتور، هذه الشهادات أو يعني هذه المرتبة هل تتم مراجعتها بشكل دوري؟ هذا فعلا نقطة مهمة جدا. يتم مراجعة التصاميم وعمليات البناء بداية من المراحل الأولى للتصميم، فكل ملعب من الملاعب استغرقت عملية التقييم من 7 إلى 8 سنوات. يعني هذا الصرح المهيب الذي تراه الآن، كنا متواجدين نواكب عمليات التصميم والتشييد عندما كانت الأرض فضاء، والآن نرى ما شاء الله هذا الإنجاز العظيم. نعتقد أن الاستثمار في البنية التحتية هو الاستثمار الأفضل الذي سوف يدوم لرفاهية هذه الأجيال والأجيال المستقبلية. على مستوى الاستدامة، التوفير بالطاقة الكهربائية، التوفير في المياه ومشاكل، شو ممكن نحكي للسادة المشاهدين؟ الآن مسألة التغير المناخي وما نشاهده من عمليات جفاف وتغير في الأجواء وشح في الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، أصبح الحديث عن الاستدامة ليس حديثا ترفا فكريا، يعني الآن أصبحت حاجة وضرورة ملحة على المستوى الشخصي وعلى مستوى المؤسسات. وكما جرت العادة الأسبوعية أعزائي المشاهدين، نتوقف عند أهم وأبرز ما تناولته وتداولته منصات التواصل الاجتماعي في قطر. نتابع. وهكذا أعزائي المشاهدين تكون حلقتنا من عين على قطر التي نقلناها لكم هذا الأسبوع من هذا المكان، من استاد اللوسيل، استاد المباراة النهائية لقطر 2022. في الأسبوع المقبل نلتقي، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية QNB، الدعم الرسمي لكأس العالم فيفا 2022 في الشرق الأوسط وإفريقيا.